واحد هذا رجع لي تو شايب ضرب الريشه سير يلا فريق النهضة يدخل بعزيمة قوية ليفوز بثلاث نقاط من قلب ملعب أمل سيدر حارق الشاطئ. نعم نعم وستاد رويس وكارلو فريق تيبو ميكيس فوري أموري اللاعبين غاديين عزمي إن شاء الله باش نحققوا هذا الشيء إيجابية لأن احنا خصنا باش نديروا الأمر اللي فيه باش نديروا نصدعوا إن شاء الله الدعم الجاي شكرا إليك الخط رؤوف خليل. شكرا للزميلي علي محمد سعدون الكواري. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا مشاهدينا قناة بي سبورت. الورق بالورق والورق بالتكتيك في ملعب تعديل جماعة حد سوالم كل اعتذارات المقدم الضيف النهدى. اذا في هذه اللحظات في هذه الاوقات بالذات وصول تشكيلة النهدى. حراسة المرمى ايوب شاكور. يمين الدفاع اسماعيل بوحنيك. على اليسار عبد الغني صابر. ثنائي محور دفاع حمزة مدريش وتريس عليوة. وسط الميدان ايوب قروش عبد الصمد السمعلي. ثنائي محور دفاع مصطفى ديان وعبد اللطيف والزيرع. وسط الميدان ثنائي السار عبد الاله مراك والاصغر القائمه يستقردات زكريا معزوز. في وسط الميدان السار من استقرار المدرب عبد الرحيم الركبي ليس منطقيا ابدا. على اليسار من سيكون في التشكيله وعندك البدلاء. سيبقى الحل وراء هذه المباراه بالذات وبعد الفاصل سنواصل.